أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الأوضاع الإنسانية والتحذيرات الأممية من تفاقم حالات المجاعة التي تجتاح البلاد. قال مسؤول أممي إن 1,800,000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية، بينهم 400,000 يعانون من سوء التغذية الحاد. أضاف المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جريت كابيلير إن أطفال اليمن يموتون من الجوع والمرض بسبب منع الشاحنات المحملة بالإمدادات الطبية في أحد الموانئ بالبلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من يمنع دخول الإغاثة إلى البلاد؟ وما هو مصير ملايين اليمنيين المصنفين في خانة المجاعة؟ وما الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في هذا الصدد؟ نتابع وإياكم هذا التقرير. كما تتلاشى لقمة العيش من بين أيديهم، تلاشت أجسادهم حتى لم يبق منها سوى هياكل عظمية تلفها الجلود. هذا الطفل وغيره من مئات الأطفال اليمنيين يعاني من سوء التغذية الحاد، وكالبلاد تماما أصبح عاجزا عن الوقوف على قدميه نتيجة حالته المرضية الحرجة الناتجة عن الجوع الذي يضرب البلاد. في وصف هذه الكارثة الإنسانية قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان له إن المجاعة في اليمن تجاوزت الحد الأقصى، ويمكن وصفها بأنها أكبر كارثة في العصر الحديث. وبحسب الصندوق أيضا فإن صحة ما يقارب 1,100,000 امرأة حامل ومرضعة أصبحت على المحك بسبب حالات النزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض وتآكل الرعاية الصحية في البلاد، ما يسبب في العديد من الولادات لأطفال خدج أو منخفضي الوزن وحالات من الإصابة بالنزيف الحاد وعمليات ولادة متعثرة تهدد حياة الأمهات بشكل كبير. منظمة اليونيسف من جانبها أكدت أن أطفال اليمن يموتون من الجوع والمرض بسبب منع الشاحنات المحملة بالإمدادات المنقذة للحياة في الموانئ. وقال جيريت كابيلر المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة إن في اليمن أدلة على أن طفلا دون السن الخامسة يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة تطول قائمة التصريحات من قبل المنظمات الدولية والمحلية، وتقصر يد المعونة في الوقت ذاته. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ريم ندى، وكذا من العاصمة المؤقتة عدن رئيس اللجنة العليا للإغاثة جمال نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه. أبدأ معك أستاذ ريم ندى، ضعينا بداية في صورة الوضع الإنساني في اليمن كما يراه برنامج الأغذية العالمي. طبعا هو الوضع الإنساني في اليمن وصورة الوضع الإنساني في اليمن هي صورة قاتمة للغاية، خاصة أنه ليس هناك أي تحسن، بل هناك تدهور كبير في الأرقام وفي الحالات التي يراها برنامج الأغذية العالمي، بالرغم من المساعدات التي تقدمها مؤسسات وجهات الأمم المتحدة، بالرغم أن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 7 ملايين شخص، قرابة 8 مليون شخص، ولكن الأزمة الاقتصادية، تدهور القوى الشرائية لأسر كثيرة جدا، كما أن يعني هناك 1 مليون شخص تقريبا في اليمن من العاملين بالدولة لم يستلموا مرتباتهم الآن لعامين. فإذا كانوا يعني استطاعوا الصمود لمدة 2 عامين فالوضع يتدهور حاليا بصورة كبيرة. هناك مؤشرات لزيادة أعداد الأشخاص الذين يصنفون في حالة احتياج شديد أو في حالة يعني الاقتراب من المجاعة. هؤلاء الأشخاص يصنفون من 8 ملايين، ولكن يعني وسمعنا في الأيام الماضية كثير من الجهات الأممية والمنسق الأمم المتحدة يتحدث عن أنه ممكن أن تصل هذه الأرقام إلى 14 مليون شخص لا يستطيعون الحياة بدون مساعدات غذائية، وهو رقم مخيف.
بالنسبة للربعمائة ألف طفل الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، هم في خطر، خطر شديد، خطر يهدد حياتهم. فنحن بصدد أكبر يعني أزمة إنسانية في العالم حاليا، وهي اليمن للأسف. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا سيدة ريم ندى. أذهب إلى ضيف الآخر سيد جمال بلفقي. أستاذ جمال، بالحديث عن الوضع الإنساني، كل المؤشرات يعني كل الأرقام تتحدث عن كارثية هذا الوضع، لكن ما حجم الاستجابة، استجابة المنظمات، استجابة الداعمين لملف الإغاثة في اليمن بحكم متابعتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الحقيقة الوضع الإنساني في اليمن، طالما أن لا زال تعنت الحوثيين باستمرار حرب وحدم رضوخهم السلام، هذا سيزيد الوضع الإنساني تفاقما كل يوم عن يوم. لكن نحن عندما نتحدث نحن بوضع المنظمات الدولية بشكل عام، نحن باللجنة العليا للإغاثة والحكومة اليمنية باستمرار هي دائما تنسق وتعمل بقدر المستطاع عن إيصال الإغاثات إلى جميع المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثي بقبعة الأمم المتحدة. لكن هو تعرض الإغاثات سواء من عرقلة وصول الإغاثات إلى المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثي وغرقتها من قبل الحوثيين، وحجز السفن وحجز الإغاثات وبيعها في السوق السوداء، هذا يجعل الوضع يتفاقم أكثر وأكثر. وكذلك سكوت المنظمات الدولية والإدانة على ما يتم من عملية منع الإغاثات أن توصل للمناطق التي تحت سيطرتهم، المناطق التي أشد حاجة إليها. طبعا برنامج الغذاء العالمي هو مشكورا، هو ممكن من هذا المنع الدولية. من من أستاذ جمال؟ منع الوصول طبعا من الحوثيين، من الانقلابيين، لا يوصل في الغاثات الى مناطق كثيره، الى عده مناطق. يعني عندنا في منطقه الحديده اوصلت فيها المجاعات، منطقه المحويت، منطقه ريمه، في مناطق كثيره التي تحت سيطره الحوثي قبعه الامم المتحده، يجب ان توصل الى هذه الاشخاص. نحن دائما توصل الينا نداءات استغاثه ونبلغ المنظمات الدوليه بالوصول لهذه المناطق. لولا التحالف العربي وجهوده الكبيره التي تقدم الغاثات الطارئه، لو كانت في المناطق اللي تحت اللي موجوده في المناطق المحررة ستعاني بنفس المعاناة التي يعانيها المناطق التي تحت سيطرة الحوثي. الحقيقة أن طبعا المنظمات الدولية توضع التقارير بشكل كبير وتحاول قدر المستطاع أنها تشخص الحالة، لكن المعالجات لم تتم توصل للمعالجات بالشكل اللي نحن نتوقع بالجهود الكبيرة اللي ممكن تقوم بها لإيصال المساعدات في المناطق اللي هي تحت سيطرة الحوت والمناطق التي بحاجة للغذاء، وخاصة سوء التغذية. كذلك وجود الدائم نسعى إليهم ونبلغ المنظمات الدولية بفتح طرق آمنة للوصول للمناطق هذه من خلال إيصال المساعدات وفتح مناطق خضراء لإيصال المساعدات، ووضع مخيمات لإيصال المساعدات بشكل سريع وشكل يعني لا يحتاج الى الى ولا يحتاج النازع او الناس الذي هربوا. طيب دعني انقل هذه النقاط الى السيده ريم ندى. استاذ ريم، يعني كيف هو او الى اي مدى تصل المساعدات الاغاثيه للمستهدفين في مناطق سيطره الحوثيين؟ ما حجم العوائق هناك؟ العوائق طبعا على الارض، نحن في حرب، اليمن تمر بحرب على الأرض، هناك صعوبة كبيرة في التنقل في كل المناطق اليمنية، وهي صعوبة واجهها البرنامج منذ بداية الأزمة. نحن لا نقبل أبدا صعوبة هذه الحرب على اليمنيين، خاصة في المناطق النائية وخاصة في المناطق التي تشتد فيها حدة الصراع. ولكن برنامج الأغذية العالمي كما ذكرت يصل بمساعداته إلى كل مستهدفين، وهم قرابة 8 مليون شخص، ولكن الوضع في تدهور بسبب استمرار الحرب في اليمن. ويعني لقد قال يعني كثيرون من ضمنهم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن الحل الوحيد في اليمن هو توقف الحرب لتتمكن اليمن من معالجة آثار الحرب، وكذلك تدارك يعني حالات
الحالات السيئة جدا للأطفال والأشخاص الأكثر فقرا في مدن كثيرة حول اليمن. طيب، يعني في سياق الحديث الذي يعني كان مبنيا في هذه الحلقة عليه أو بنيت هذه الحلقة عليه تصريحات اليونيسف حول أن هناك منع لوصول المساعدات الإغاثية ما يتسبب بموت الأطفال في اليمن بشكل كبير. هناك حديث على أن ميناء الحديدة الآن هناك إعاقة لإيصال الإغاثة عن طريقه، وهناك الكثير من الشحنات التي تحمل معدات طبية وأدوية منقذة للحياة عالقة في هذا الميناء. ما حجم اعتماد المساعدات الإغاثية على ميناء الحديدة؟ طبعا بالنسبة لليونيسف فيسأل عن هذه الشحنات اليونيسف. لا أتحدث عن هذه الشحنات، أنا أتحدث الآن بشكل عام نسبة اعتمادة برنامج الأغذية العالمي في على ميناء الحديدة في إيصال المساعدات للمستهدفين في مناطق الصراع. نعم، بشكل عام ميناء الحديدة سواء للمنظمات الإغاثية أو للشحنات التجارية هو يعني أكثر ميناء حيوي في اليمن. 70% من الواردات إلى اليمن تصل عن طريق ميناء الحديدة، وهو ميناء حيوي كذلك، لأنه أيضا اليمن تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية. حوالي 90% من الغذاء باليمن هو من الواردات الغذائية. كذلك أي تأثر في حركة ميناء الحديدة يؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء. فطبعا خاصة الشحنات التجارية هناك تكلفة كبيرة لنقل الغذاء إلى اليمن حاليا بسبب تكاليف التأمين وتكاليف النقل تزيد في حالة اشتداد الصراع. نحن نرى في الأسواق اليمنية هناك طعام في الأسواق اليمنية، ليس هناك شح في الطعام في اليمن للأسف، ولكن هناك يعني عدم قدرة على شراء هذه الأغذية. الأغذية باتت في منتهى الغلاء بالنسبة لنصف سكان اليمن. نحن نتحدث عن نصف سكان اليمن لا يستطيعون شراء. يعني أستاذ ريم، هناك توفر للغذاء لكنه يعني يتوفر بأسعار غالية، بأسعار مرتفعة. نعم، يعني في الثلاثة أشهر الماضية فقد ريال اليمني حوالي يعني نسبة كبيرة من قيمته. هناك ركود لأنه يعني ليس هناك أموال لدى أسر كثيرة جدا حتى تستطيع شراء هذا الغذاء. هناك تقارير كثير تتحدث، ونحن رأينا أن يعني الأسواق بها أغذية، ولكن ليس هناك لدى العائلات الأموال لشراء هذه الأغذية. استنفذت هذه العائلات قدرتها على البقاء، قدرتها على الاقتراض من من يقترضون. ليس هناك شخص يقترضون منه. طيب، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي مرة أخرى أستاذ ريم. بالعودة إليك أستاذ جمال، يعني الحديث عن مناطق سيطرة الإنقلابيين وعدم مقدرة منظمات الإغاثية على إيصال المساعدات منها يطول، لكن هناك بالمقابل حديث على بقية الموانئ في اليمن والتي يعني يبدو أنها تشهد إغلاقا أمام مرونة وصول المواد الإغاثية إليها. هل تفتح الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أمام سفن الإغاثة وأمام العمليات التجارية لتسهيل معيشة الناس؟ في الحقيقة جميع الموانئ التي تحت السيطرة الشرعية مفتوحة أمام السفن التجارية والسفن وكذلك السفن الإغاثية، ومن ضمنها برنامج الغذاء العالمي. برنامج الغذاء العالمي في الفترات الأخيرة فيتوجد له مستودعات في ميناء عدن ومستودعات خارج ميناء عدن، وفعلا هو ساهم كثير في عملية أعصار لبان الانخفاض الجوي اللي تم في طاحل المهرة، وكذلك في سقطرة الذي يعني استجاب في عملية إنصال المساعدات لهذه المناطق، إلى جانب فتح المنافذ البرية أكثر حوالي من 22 ممر بري باستطاعتهم الوصول لجميع أنحاء اليمن من خلال هذه المنافذ. الإشكالية الموجودة قد يكون في عدم التنظيم العمل الإنساني والإغاثي، بحيث أن يكون الشركاء العمل الإنساني يكون في يمشون في سرب
بعيد عن 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 اللجنة العليا للإغاثة، بحيث أن اللجنة الإغاثة توجههم بالمناطق التي تحتاج للعمل الإنساني بشكل كثير. يعني الأشهر الماضية في محافظة بالة اللي هي مديرية الأزارق هي شهدت مجاعة وشهدت يعني شهدت كذلك حالات في حدود 950 حالة سوء تغذية، هذا بسبب عدم وصول المنظمات الدولية التي كانت هي طبعا برنامج غذاء العالمي كان في بداية الشهر يوليو اللي تم وصلت لنا يعني النداء الاستغاثة انها كانت تقدم لمنطقة الأزارق حوالي 3600 وجبة و 3600 حالة وصلت الى حدود 450 حالة. منطقة الشحاف التي توصلها كانت 2600 حالة وصلت للصبر، لكن بعد ما حصلت التدخل وتدخل النداء الاستغاثة وبدأت الأمور تسوء حالا وبدأت المجاعة تدب في هذه المناطق، عادت الإغاثة في هذه المناطق. ولهذا يجب أن التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة والإيصال المساعدات بشكل كبير، الاعتماد على الشركاء، وكثير من الشركاء وبرنامج غذاء العالمة يعتمد على إحصائية 2004، لا يعتمد على الفترات التي الآن الذي افرزتها الحروب وافرزتها النازحين في المناطق التي تكتظ بالسكان، ووصول كثير من المناطق التي توصل في المناطق المحرره قد تكون في حالات الاشخاص في المناطق المحرره سوء حاله من النازح اللي ياتي اليها. ولهذا التنسيق والعمليه التنظيم العمل الانساني والغاثه لكي يستفيد كل الناس ويبان الاثر يجب التنسيق مع الكل ويبان تكون في شفافيه. طيب ننقل هذه النقطه الى استاذ ريم ندى. استاذ ريم، يعني في سياق عمليه التنسيق مع مركز او اللجنه العليا للاغاثه والحكومه الشرعيه، كما تحدثنا على مناطق سيطره الانقلابيين هناك مناطق سيطره الشرعيه، كيف هي اليه العمل هناك؟ وهل هي سهله ومرنه؟ وهل تصل يعني إلى حجم المعاناة التي يعانيها اليمنيون هناك؟ أستاذ ريم، يبدو أن هناك خلل في التواصل مع الأستاذ ريم ندى المتحدث. لا، تسمعيني يا أستاذ ريم؟ نعم، أسمعك الآن. نعم، كنت سألتك حول ما هي، يعني كما تحدثنا عن مناطق سيطرة الإنقلابيين، هناك ما هو حجم العمل في مناطق سيطرة الشرعية؟ هل هناك إشكاليات؟ لماذا يعني يتحدث الأستاذ جمال بالفقي على ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة؟ لماذا لا يحدث ذلك؟ في أي مناطق تنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة؟ في أي مناطق؟ مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. نعم، نحن نعمل في كل المناطق اليمنية، نحن ننسق مع كل الجهات حتى نصل إلى الأشخاص الذين يستهدفهم البرنامج. كذلك هناك أنا لي تحفظ عفوا على لفظ المجاعة، حتى الآن نعم هناك 8 ملايين شخص يقضون من المجاعة، ولكن حتى نطلق على اليمن أو على مناطق يمنية أنها دخلت دائرة المجاعة فهو يعني تصنيف علمي بحث يتطلب أعداد معينة من الوفيات، 30% من الأشخاص، يعني أعداد أرقام معينة يجب أن يكون مسح لهذه المناطق حتى نطلق أن هناك مجاعات في هذه المناطق. ولكن برنامج الأغذية العالمي يعمل في جنوب اليمن، شمال اليمن، وسط اليمن لإيصال المساعدات الغذائية. طيب ينسق مع الجهات الحكومية في هذا السياق ممثلة باللجنة العليا للإغاثة؟ نحن يجب علينا التنسيق مع كل الجهات العاملة على الأرض، لأنها هي التي تسهل من عملنا، تسهل من قدرتنا على الوصول إلى المناطق. شاحنة برنامج الأغذية العالمي تتحرك حول اليمن، تمر على نقاط تفتيش، يجب أن يكون هناك تنسيق في كل المناطق التي تعمل بها وتسير بها هذه الشاحنات التابعة للبرنامج. طيب في سياق العمليات التنسيق هذه، هل تدفع مبالغ مالية لتسهيل مرور هذه الشحنات وإيصالها إلى المناطق المستهدفة؟ برنامج الأغذية العالمي يعتمد على
بصورة كاملة على الأموال المانحين، فنحن لا يتم ابتزازنا من أي أشخاص، ونحن لا ندفع أموال حتى تمر شاحناتنا. نحن نسير أعمالنا كما تسيرها كل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بصعوبة كبيرة، ونواجه مصاعب كثيرة، مصاعب أمنية، مصاعب لوجستية، ولكن نحاول ودائما يعني نحاول التغلب عليها حتى يصل الغذاء إلى مستحقيه. أشكرك المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ جمال، في سياق الحديث عن التنسيق والمنظمات الإغاثية والوضع الإغاثي بشكل عام في اليمن، هل هذا الملف يمثل أولوية لدى الحكومة الشرعية كما تلمسونه من خلال التغيير الوزاري، يعني على رأس الوزارة الجديد الآن رئاسة الوزراء؟ الحقيقة فعلا بلا شك الحكومة اليمنية هي اهتمامها الكبير في العمل الإغاثي بشكل كبير إلى جانب العمل الخدمي. نحن في الإغاثة المحلية من السابق أن توجد 5 مراكز إغاثية يجب من خلالها أن تتم توزيع العمل الإنساني بشكل كبير. يعني لكن أحيانا اللي يحصل نحن لا نحاول قدر المستطاع نعطل عمل المنظمات الدولية، وأي ناس يريدوا يستهدفون أي مواطن يمني نحن لا نمنعه بالأسلوب الذي يريده مناسب. نحن مهمتنا الأساسية لتذليل الصعوبات وفتح القنوات لهم، بالذات بالمنظمات الدولية. نحن بالذات برنامج الغذاء العالمي نوفر له الحماية، نوفر له فتحة الطريق، وعندما يجي أي منظمة دولية تجي توصل لأي مناطق تحت سيطرة الحكومة نحاول أن احنا نسق لها الوصول بشكل دائم ومستمر لهذه المناطق. الإشكالية هي عدم التنسيق، هي الشركاء الموجودين مع المنظمات الدولية وخاصة بالذات البرنامج الغذاء العالمي لا يتم التنسيق بشكل مباشر لا مع السلطات المحلية بشكل كبير أو مع فهم يستهدفون حسب آلياتهم بمسوحاتهم، فأحيانا تكون المسوحات التي يقوموا بها ليس بالشكل المطلوب، لأن توجد أحيانا زي ما فكلمتك أن بمسوحات 2004 لا يستعينوا بمساحات جديدة. هم الآن وعدوا أنه بيحاولوا أنه بدأت في محافظة عدن، المحافظة الاقتصادية في عدن اللي هي العاصمة الاقتصادية، أنه بدأ في عملية سكوب، عملية المسح عن طريق البطاقة، عن طريق الصوت، عن طريق الصورة والبصمة، وهذا برضه يعني يجب أن تكون في تكثيف في عملية، تكون في شفافية في العمل، وكذلك لجمع جميع المدراء العموم والسلطات المحلية لمشاركة في عملهم في عملية المسح وفي عملية إيصال المساعدات بحيث أنه لا يكون في ازدواجية في العمل. فنحن باستمرار نحن نتواصل معهم ونحاول نسق معهم ونحاول نفتح لهم الطرق. أشكرك إذن أستاذ جمال بلفقيه النائب المنسق العام ونائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.